come uffici di fondamentale, constatare che la guerra c'è tutti i santi giorni e quindi la guerra è difficile da potersi catalogare in un singolo evento. La battaglia, sicuramente. في رأيي فقدان إنسانية الإنسان بسبب العلم يجب أن يزعج الجميع. إذا بدأ الإنسان في فقدان هذه الإنسانية، هذا الانتماء للإنسانية وللجنس البشري، وشعر بأنه رجل خارق، أنه قادر على اتخاذ قرار تعسفي يخص حياة وموت أشخاص آخرين، فإن هذه حقيقة مخيفة يجب أن توضع تحت الأضواء. في النهاية هذه هي الحروب التي نعيشها من خلال نشرة الأخبار، وهي ليست أفضل طريقة لعيشها. ما زلنا نرى كل شيء بنظرة تقليدية، لا نرى الأشياء التي ربما تكون مخزنة في مكان ما وتأتي من مبادئ كيموفيزيائية علمية لا يمكن حتى تخيلها. من الممكن أن يقوم هذا النوع من العلم بقفزات عملاقة، وحتى العلماء أنفسهم قد لا يكونوا مدركين تماماً لهذه القفزات، لذا لا يمكننا توقع فهم أفضل من مشاهد يشاهد النشرات الإخبارية والشوكة في يده. تحدثت في بعض الدورات التدريبية التي أجريتها في بيئات أمنية وعسكرية عن هذا الأسلوب الموجود بالفعل. تصور ما لا يتصور. ربما لم يستطع أحد حتى الآن أن يتصور ما لا يمكن تصوره، لكن ما لا يتصور قد حدث بالفعل. يمكننا أن نبدأ من حقيقة ما حتى نصل إلى ما لا يتصور، أو أن نفعل العكس، أن نحول ما لا يتصور إلى حقيقة. مجرد التفكير في استخدام أسلحة الترددات اللاسلكية أو غيرها من الأسلحة غير التقليدية شيء يصعب تصوره. فكر في تعديلات خطوط النقل الجوي لتغيير جداول الطيران المرتفع والمناخ. للأسف توجد الكثير من الأسلحة المحظورة وغير التقليدية. غير تقليدية تعني أنه قبل بدء الحرب يبرم الخصوم اتفاقية لتجنب استخدام الأسلحة ذات التأثير الكبير على السكان وعلى البيئة وهكذا. قد يبدو الأمر متناقضاً، لكن هذا هو الوضع. كمثال يمكنك أن تفكر في حملة مكافحة الألغام الأرضية. هناك بعض الاتفاقيات لمحاولة الحد من استخدام وسوء استخدام أسلحة معينة. للأسف عندما تنشب الحرب يتجاهل الجميع هذه الاتفاقيات. إذا نشبت الحرب تكون الاتفاقيات قد خرقت بالفعل، وتكون مسؤولية المحاكم الدولية أن تحكم، لكن الهدف الأساسي من نشوب حرب هو الفوز بها. احتمال التأثير على الإقليم والبيئة بشكل سلبي مرتفع جداً. إنه الخطر الرئيسي. في الماضي كان خطر التأثير على البيئة محدوداً للغاية. كان جنكيز خان قادراً على صرف الأنهار، لكن هذا شيء استثنائي. أما الآن فالقدرة على التأثير على البيئة ربما أكبر مما يمكننا إدراكه. من الطبيعي أنك عندما تفجر شيئاً لا تفجر حقل قمح. إنك تسقط قنبلة على مصفاة نفط أو مصنع أسلحة أو مصنع كيماويات. في هذه الحالات تنشأ ملوثات جديدة أحب تسميتها الرصاص الخفي. هذا الرصاص الخفي قادر على إصابة أي شخص في أي لحظة، ويمكنه أن يستمر في البيئة. لذا حتى إذا انتهت الحرب يمكنه أن يلوث الفاكهة والخضروات والعشب الذي يغذي الحيوانات. إذن حتى بعد مرور الوقت يمكن أن نحمل داخل أجسامنا هذا التلوث، هذه الآثار الناتجة عن الحرب. رأينا العامل البرتقالي في فيتنام وما حدث هناك من سقوط للأوراق بسبب التلوث الكيميائي والأشياء الأخرى. لم يتغير الطقس فقط،
بل تغيرت حياة بيئية بكاملها إلى الأبد. شرحت في مقالي أن علماء فيتنام الشمالية ما زالوا في قارورة الديوكسين، ما زالوا يجدون الديوكسين في التربة، وهذا لن ينتهي. لدي في مختبر علبة السجائر اشتريتها من سراييفو وأخرى من بغداد، وجدت فيهما بقايا تلوث الحرب، حتى أنني وجدت القليل من اليورانيوم المنضب، كمية قليلة جداً، لكنني وجدتها. السبب هو زراعة التبغ استمرت خلال الحرب، ولأن أوراق التبغ كبيرة فهي تجمع كل الملوثات. يمكنني أن أدخن بقايا الحرب حتى بعد مرور وقت طويل على انتهائها، لذا فهي حرب لا تنتهي. لدينا اليوم من منظور عسكري وعلمي الفرصة لاستخدام بعض التقنيات أو الاكتشافات كي نولد أحداثاً لتغيير البيئة بقوة وتقريباً بشكل دائم. أنا مقتنع بأننا لا نحتاج لأن نبحث عن أي شيء، لأن تجربة الجنرال ميني كافية. ومع ذلك، إذا أراد شخص دليلاً آخر، مع أن ميني أحد خبراء الحرب العظام، ربما يريد أحدهم أن يستمع لشيء من الخارج. حينها يحتاج فقط إلى جوجل، محرك البحث للوصول إلى الجميع. إذا كتبت في شريط البحث كلمة طقس، تتبعها 2025، بينهما فاصل. هل تعرف ما هي النتيجة؟ ستعثر على وثيقة البنتاغون التي ينشرها موقع AF.mil، حيث يدل الاختصار على القوات الجوية العسكرية، مشيراً إلى أنه تم التخطيط للاستيلاء على الطقس بحلول عام 2025، امتلاك الطقس حرفياً. لذا فإن حرب الأرصاد الجوية الآن هي بداية لهذه الظاهرة. الاسم مثير للاهتمام، لكنه أنشئ عام 1995، حوالي منتصف التسعينات، ليس حديثاً جداً. ما هو هدف البرنامج منذ بدايته؟ إنه يهدف لمعرفة ما إذا كان من الممكن محلياً داخل نطاق تعديل أو تغيير الظروف الجوية، لتتمكن الطائرات من الطيران ولتحسين الرؤية، وأيضاً العكس، تقليل الرؤية وعدم تمكين الآخرين من الطيران، بينما نستطيع نحن ذلك. عندما أقول يمكننا، أقصد أننا ننتمي لهذا النظام. حسناً، عندما يبدأ أحدهم دراسة أساليب تغير الطقس، يصبح واضحاً أن الخيارات تكون هائلة. عندما نقول إن المواسم المعتدلة لم تعد موجودة بعد الآن، ندرك فوراً أن مفهوم الموسم سيختفي. السبب أنه يمكن التدخل في تغيرات المناخ من خلال عملية حيوية. حسناً، اليوم في الحرب التي أسميها الحرب البيئية العالمية، لدينا العديد من الدراسات والأدوات لمحاولة تغيير البيئة بشكل عام، وبخاصة تغيير الطقس. الإينوسفير وأجزاء أخرى من نظامنا البيئي، لماذا نسميها حرباً؟ لأنها تستهدف شخصاً ما، لتدمير شيء ما، والتأثير سلباً على الثروة والنظام الاجتماعي لدول أو مجتمعات أخرى. لهذا السبب نسميها حرباً. الحرب البيئية خصوصاً تلك التي تغير في المناخ أو إنتاجية التربة هي ممكنة بالفعل من الناحية التقنية. يجب ألا ننسى أنه خلال الخمسينيات كانت هناك بالفعل بعض الصواريخ التي يمكن للفلاحين إطلاقها لتوليد البرد أو المطر.
ما أعنيه أن التقنية كانت موجودة وأنا طفل، أتكلم عن مستوى أقل بكثير، إذن بالتأكيد يمكن قلب المناخ أو بنية التربة أو إنتاجية منطقة ما دون الحاجة إلى تخيل موجات المد الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية أو الانفجارات تحت سطح البحر. انتقلت إلى الصحراء في المناطق الزراعية حيث لا توجد سيطرة للدولة أو يوجد تجاوب محدود. إذا أردت أن تأكل في هذه المناطق فأنت مجبر على شراء بذور. لا أقول إن هذا يحدث بشكل منتظم، لكن بما أن الدولة فقدت قوة المراقبة هناك هياكل فوق وطنية لا تحتاج إلى الدولة لأن لديها بالفعل علماء وتقنية وحتى جيوشا. حسناً، في هذا السيناريو تكون الحيل الموضحة من قبل معقولة. الحرب البيئية هي تركة ثقيلة علينا حملها سوياً، إنها تركة جيدة لهؤلاء المتشوقين للحرب، ولكن سيرفضها بالتأكيد أولئك الذين يحبون السلام، وسينظرون إلى الأمر على أنه أسوأ شيء يمكن أن يحدث. واجهت جميع الاتفاقيات التي تستخدم لحظر أدوات الموت هذه الكثير من العقبات. لهذا السبب ما يقوله الجنرال ميني مفهوم، فقد شهد بنفسه على الحرب البيئية. إنها ميزة نالها القليلون، وهؤلاء ربما يفضلون لو لم يحصلوا عليها. أثرت الحرب البيئية بشكل مادي على حياتنا اليومية، ويمكنها حتى أن تغير النظام الكوني. عندما أتحدث عن الحرب البيئية العالمية أتحدث عن أدوات موجودة بالفعل وموجودة في أيدي أناس على استعداد لاستخدامها، يريدون استخدام هذه الأدوات كجزء من مفهوم الحرب. حسناً، هذه الأدوات موجودة ويمكنها تغيير البيئة تقريباً بشكل دائم. إنها حرب عالمية لأن نظام الأرض مغلق وحتمي التدهور، فالتغير في نظام بيئي في منطقة معينة يولد بالضرورة تغيراً آخر في مكان آخر. لذلك إذا أراد شخص تكوين تسونامي على سواحل أوكلاند يدرك بالتأكيد أن هذا سيؤثر على خط صدع الزلزال من بورما حتى الهيمالايا. وحالياً عندما نرى سلسلة من الزلازل الأرضية والبحرية على سبيل المثال في منطقة سيتشوان في الصين، نظن أن هذه الأحداث غير متصلة، بينما إذا نظرنا تحت سطح البحر في عمق القشرة الأرضية سنجد خطوط ربط بين هذه النقاط. بالنسبة للأشخاص الذين يألفون أسلوب القتال هذا، يعتبر هارب أو برنامج الشفق النشط عالي التردد نقطة مرجعية، وقد أجريت بعض التجارب لتكوين شفق قطبي شمالي صناعي وظواهر أخرى لا تتعلق بأغراض الحرب. نتكلم عن شيء له دلالة مزدوجة. لم تبتكر الطاقة النووية لذبح الناس، بل وجدت لتوليد الطاقة الكهربائية. بعد ذلك اكتشفوا أنه يمكن استخدامها في أغراض مختلفة، لهذا يطلق عليها تقنية مزدوجة الاستخدام، لأن لها بالفعل استخداماً مزدوجاً. إنها تشبه الميدالية ذات الوجهين مع جانب إدرامي خفي. في الواقع عندما نعزز قوانا نكتشف أن حالات معينة يمكن استخدامها بطريقة معاكسة، معاكسة لاستخدامها من أجل صالح المجتمع. Poteva essere il loro impiego a favore della collettività.
يمكننا فهم وحيرة وخوف العديد من العلماء وحتى غير العلماء عند اكتشاف محتويات وغرض مشروع الهارب أو برنامج الشفق النشط العالي التردد. لقد بدأوا فعلا بالخوف كثيرا. نتكلم هنا عن سخان الغلاف الأيوني الحقيقي، شيء قادر على إطلاق كمية هائلة من الطاقة الكهرومغناطيسية تجاه الأيونوسفير لتسخينه، لتشويهه، واستغلال هذا الناتج المنعكس المتضخم الناتج لتردد هذا الانبعاث الكهرومغناطيسي إلى أي منطقة على الكوكب كالمرآة. يمكن استخدام هذه الشحنات في مجموعة واسعة من الأغراض. لذا هناك ديناميكية لتوليد مطر أو تغيير ظروف الطقس. جاء هذا نتيجة أبحاث مهمة أجريت في فترة من الزمن لتحسين ظروف الحياة. إذا استخدم شخص نفس الأدوات في غرض معاكس وقرر حرق منطقة بالكامل، ستكون العواقب لا وصف لها. يؤكد العلماء أن كوارث الأعاصير في كوبا كان سببها الهارب، برنامج الشفق النشط عالي التردد. هارب، برنامج الشفق النشط عالي التردد، مشروع كبير بين الجامعات. من منظور علمي لا يجب أن تكون له أي صلة بالاستخدامات العسكرية لهذه التقنية. يدرس الهارب موجات التردد العالية والمنخفضة. تهتم معظم التطبيقات الحديثة بالتردد المرتفع. بدأ كمشروع علمي، لكن هناك مشكلة صغيرة تتعلق به منذ أن أصبح البنتاغون هو الداعم الرئيسي، تماماً كما نقول في اتفاقيات الاستخبارات الدولية. إذا اشتركت وكالة الاستخبارات المركزية فهناك شيء مريب. حسناً، ما الهدف من مشروع الهارب؟ إنه يهدف لدراسة موجات التردد المرتفع لنرى كيف يؤثر على الصواريخ ونظم الأقمار الصناعية وبعض الأنظمة الطبيعية مثل الإينوسفير والستراتوسفير، وذلك من أجل السيطرة على التأثير الناتج عن هذه الموجات. يجب أن نعتبر منطقة أمريكا كلها عرضة للأعاصير والزوابع، لذا فمناخها هو الأكثر تطرفاً. لقد قمت للتو بتحميل طائرة بنترات الفضة أو أي عامل هلامي لثني مخروط الإعصار كما لو كان دراجة نارية، شيء يشبه الخطف. كانت المشكلة أن هذه الاختبارات التي أجريت بنوايا طيبة لم ينتج عنها أي ربح. ما هي الصناعة الوحيدة التي تملك الموارد للمساعدة في تطوير هذه الأبحاث؟ إنها صناعة الحرب. من المستحيل إثبات أن أياً من تطبيقات هذا البرنامج أنجز فعلاً. أظن أن هذا واضح، لكن فكر في التقدم المذهل الذي صنعته العلوم الطبية في قاعدة المستشفيات. ربما يبدو أن هناك مفارقة، لكن الأمر أشبه بدورة. تعود الحرب إلى نقطة البداية، وكما يحدث في لعبة بنك الحظ. عندما تعبر نقطة البداية تجلب معك شيئاً مهماً. من ناحية أخرى، الثمن المدفوع مرتفع جداً، لذا ربما لم يكن هذا كله ضرورياً. المشكلة في حالة حرب المناخ أن الهارب أصبح نقطة مرجعية يمكن أن يطلق لها العنان ضد شخص ما كتجسيد للخصم. يصعب معرفة ما يحدث حقاً داخل هذه المعامل الرائعة، لأنها محاطة بأقصى درجات السرية. ينسب البعض إليها المسؤولية عن استنفاد الأوزون، لأن المحركات الألكترونية المستخدمة داخلها قادرة على الإضرار بالأيونوسفير وإحداث أضرار ضخمة. مجرد التنديد بها ليس سهلاً. من المعروف أن هناك مظاهرات سياسية تميل إلى تجريم تجارب معينة. Diciamo i congegni elettronici utilizzati lì all'interno sarebbero stati capaci di forare la ionosfera, quindi di fare danni significativi.
poter davvero fare pollice verso è difficile, quindi è comprensibile che ci possano essere delle manifestazioni spesso di matrice anche politica che portano alla كان عالم امريكي هو من اتهم الروس بالتعديلات المناخية الدائمة في الولايات الوسطى من الولايات المتحدة. ذكر هذا العالم في مناسبات عدة التغير المناخي الذي شهدته الولايات الوسطى في الولايات المتحدة منذ عام 1978 وعام 1979، وصرح أنه منذ ذلك الوقت تغير الطقس بشكل دائم. في هذا السياق ليس سهلاً أن نفهم ما هي الحقيقة فعلاً، لكن هناك تجربة توحي إلينا بشيء. إذا نسب الأمريكان إلى الروس قوة شيطانية، فهذا يعني أنهم هم أنفسهم إما يمتلكونها بالفعل أو على وشك أن يفعلوا. ينسبون شيئاً لشخص آخر فقط عندما يمتلكونه. يمكن أن يكونوا قد بدأوا قبل أو بعد الروس، لا يهم. المهم فعلاً أن العديد من العلماء في الولايات المتحدة يعملون الآن على التعديلات المناخية. من الصعب تحديد من يقوم بها. يقول الأمريكان إن الروس يقومون بها، بينما هم لا. رأيي أنه إذا كان أحد الطرفين يقوم بذلك فالآخر يفعل أيضاً. من الضروري أن يكون لك عدو. لقد أجريت التجارب على الجبهتين. الآن الجبهة لها على الأقل ثلاثة جوانب. لم يعد هناك فقط الطرفان الأزرق والبرتقالي كما في قوات الناتو والدول الأعضاء في حلف وارسو. الآن تشارك جمهورية الصين الشعبية أيضاً، حيث إنها تستثمر بقوة في الحرب الجديدة. كان لدينا هجوم على خوادم مؤسسات المجتمع الأمريكي، وهو الهجوم الذي أظهر أن لدينا بطلاً جديداً. سنرى في المستقبل من سيتهم من، لكن يجب أن نبقي في أذهاننا أنه سيكون هناك دائماً طرف ثالث يحتفل سعيداً بالصدام بين الطرفين الآخرين. ربما كانت هذه الهياكل موجودة فعلاً وتعمل لأجل الحرب البيئية، أو ربما يجرون أبحاثاً فقط، ربما لأن التغيرات المناخية الحادثة تثير خوفنا، فنميل لإسناد أهمية كبيرة لهذا. أعتبر هذا الباب الكبير الذي يمكنه السماح بأي نوع من التأثير أو الانتشار. لن أسميه أمراً رهيباً، لأن وقع الكلمة يشبه كثيراً كلمة إرهاب، لكنه أمر مخيف. نحن نتحرك تجاه عالم سيصبح بالتدريج أكثر خوفاً. هل الخوف سلاح؟ La paura è un'arma. إذا اعتبرنا الأسلحة هي كل شيء ينتج خوفاً، سندرجه تلقائياً في تلك القائمة. إن التأثير العاطفي الناتج عن سماء طبعت بهذه الآثار غير المعروفة حقيقة، يزداد إذا عرفنا أنه يمكن تفسير الأمر بالعديد من الطرق المختلفة، كلها لا يمكن إثباتها، ككل الفرضيات السارية المفعول حتى الآن، الكثافة، الارتفاع، أو خاصية الاسترطاب. يمكن لأي من هذه المعايير أن تبرر ظهور هذه العلامة التي تكون غير مرئية في مكان آخر. نشرات أخبار وبرامج تلفزيونية وإذاعية مختلفة تتحدث عن الكيمتريل، برنامج في الإذاعة الإيطالية كاتر بيلر، راديو 2، 11 من ديسمبر عام 2007. مما لا شك فيه أن كل شيء غامض هو سلاح، لأن الانفعال هو عدونا الأول. الخوف من المجهول، وكل شيء يولد خوفاً هو عدو. هذا يمكن أن يكون سبباً لأن يقوم شخص بالانتحار لأنه مقتنع بأن شخصاً ما
يحاول تسميمنا عن طريق الكيمتريل هذا. نشرت أخبار وبرامج تلفزيونية وإذاعية مختلفة تتحدث عن الكيمتريل. برنامج في الإذاعة الإيطالية كاتربيلر، راديو 2، 11 ديسمبر 2007. البرنامج التلفزيوني الإيطالي حدث من قبل لراي تري، 27 أبريل 2008. البرنامج الإيطالي الإذاعي لينيا دايريتا، البرنامج العام 6 من مارس 2008. Sembrava una leggenda metropolitana e invece era un segreto finalmente svelato. Riuscire a non far piovere scaricando sulle nuvole un composto fatto di azoto, iodio e argento. Miscela non si sa quanto ecologica, ma efficace. Per una volta definitiva, sì. Insomma, una volta per tutte chiariamo الأثر الكيميائي. سأقول الحقيقة. حاولت دراسة هذه الظاهرة بعمق. سأقول الآن شيئاً يمكن أن يزعج البعض. كنت أظن أنها خدعة أيضا، لكن الصور التي يمكن أن تجدوها على الإنترنت مروعة حقا، لأن المسارات تتقاطع بشكل منتظم. كنت هذا الصيف في إجازة في بيت أمي بالقرب من سان مارينو. خرجت ذات يوم في الصباح الباكر، وكانت السماء فوق بينينز مغطاة بهذه الآثار المربعة بنظام، لذا قلت إما أنه توجد بعض المسارات الجوية، بعضها متجه إلى غروسيتو والبعض الآخر متجه إلى روما، أو أن هناك شيئاً خاطئاً. كمساراً متوازياً يمكن أن يوجد، لذا قلت سأتحقق من الأمر ثانية صباح الغد. وفي اليوم التالي لم يكن يوجد شيء، ولمدة يومين بعده أيضاً. هذا يعني أنه حدث لمرة واحدة ولم تسببه أي مسارات جوية. المؤكد أنها ليست ظاهرة غامضة كما يود البعض أن تبدو. هذه الخطوط هي آثار مرور الطائرات وخاصة العسكرية منها، ومع مرور الوقت تغير مظهرها. لهذا قلت إن هذه الظاهرة حقيقية وتخيف المواطنين بقوة، لأن المواطنين يجب أن يعرفوا من الذي يجب أن يشرح ذلك. الحكومة من خلال الوزراء المناسبين، كل من وزراء البيئة والدفاع. عندما كنت عضوا في لجنة الدفاع في البرلمان، كنا في البداية نحقق في القضايا الخاصة بالطيران العسكري. ظننا أنه المفتاح الصحيح للتفسير. بعدها مباشرة أوسعت مجال التحقيق ليشمل زاويتي البيئة والصحة. Subito dopo ho allargato il campo di attenzione legandolo. لو كانت هذه قضية تافهة لم تكن لتؤثر في كل أنحاء العالم. مثلا أعرف أنه في الولايات المتحدة قام البرلمان بإجراء تحقيق بشأن هذا الموضوع، وهناك استنتاجات ليست شاملة. ربما كانت هناك علاقات بنشاطات عسكرية، ولا أظن أن هذا سيكون صادما. المشكلة الحقيقية هي أنه عندما تكون هناك تجارب وظاهرة من هذا النوع، تكون حكومة البلد على علم بها في المقام الأول. وعلى أي حال يجب أن يطمئن المواطنون أنها حتى لو كانت هناك تجارب أو غيرها، إلا أنها لا تشكل خطرا على صحة المواطنين. Non ci sono, diciamo, preoccupazioni per la salute dei cittadini.
تمت مناقشته في العديد من البرلمانات الأخرى، وقد نوقش بعمق أكثر بكثير في إيطاليا. لم تعتبر هذه الأسئلة تكهنات من متعصبين أو بعض محبي السماء، تم تحليلها بعمق أكثر. أظن أنه أمر لا يصدق. لقد فتحت الإجابات المعطاة مجالاً واسعاً جداً للتفسيرات، وبعض هذه التفسيرات يمكن أن تشير إلى آثار خطيرة وضارة للسكان، لذا فهي ليست أمراً يتعامل معه بلا مبالاة. أجد في بعض الأحيان إجابات من الفنيين تميل إلى القول بأن المشكلة تتعلق بالظروف المناخية أثناء رحلة الطائرة في ساعة ويوم محددين. حدث للجميع أن رأى في نفس الوقت من اليوم طائرتين مختلفتين تطيران على نفس الارتفاع، تترك إحداهما أثراً طويل الأمد، بينما أثر الأخرى يزول بعد ثوان. Bene a chiunque di noi è capitato di poter guardare il cielo e di veder passare nella stessa giornata, alla stessa altezza, due aerei, uno lascia una scia che resta per ore, un altro lascia una scia di pochi secondi. لا يمكنني معرفة الفرق بين هذه الناجمة عن التكثيف وتلك المتروكة عن قصد. لا يمكنني حتى معرفة ما الغرض من تلك المتروكة عن قصد، أعني لما تركوها هنا. زادت شكوكي عندما قرأت مقالاً لأهم عالم أرصاد جوية إيطالي العقيد جولياتشي. اضطر العقيد جولياتشي أن يرد في مقال على شخص يسأل عن تفسير لهذه الظاهرة. بدأ في توضيح نظرية وتطبيقات الآثار التي تتركها الطائرات العادية قائلاً إنه لا يوجد شيء غريب. بالنسبة إلى العلماء هذه مقترحات تنفي شيئاً نفياً قاطعاً. أشك بشدة في المقام الأول في قدرتهم على أن يكونوا علماء حقيقيين، وأيضاً في أسباب تصرفاتهم، لأنه في الوقت الحالي كل عالم يجب أن يعرف الحقيقة إذا كان عالماً يجب أن يعرفها. لا يمكن استبعاد شيء، أقول الحقيقة. أحب جولياتشي، هو رجل لطيف، لكنه ضخم شكوكي عندما استبعد الأمر. رأيت فيديو على التلفزيون الألماني حيث أجاب الجيش أن سبب الكيمتريل هو المعادن المختلطة مع الوقود. هنا تكون فرضية التجارب التي قام بها الجيش لمنع الكشف عن طريق الرادار واقعية. يظن البعض الآخر أن هذه التقنية تستخدم لتعديل الطقس. تغير الطائرات الحربية مناخنا، هذا ما يفترضه باحث المناخ، وقد تم تأكيد هذه الشكوك بعض السحب الغريبة والتي يصل طولها إلى 25 كيلومتراً تظهر على الرادارات، لكنها الرادارات الخاصة بالأرصاد الجوية فقط. حدثت للمرة الأولى في صيف عام 2005، ثم في مارس عام 2006 أقر الجيش الألماني بإجراء تدريبات حربية بالقرب من الحدود الهولندية. اندلعت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة وألمانيا ضد العمليات العسكرية. الواضح أن بعض المناطق تعاني من التلوث بسبب إجراءات سرية، لكن يجب كشف الأمر. على الحكومة أن تقدم توضيحات للشعب. أكثر ما يخيفني هو حقيقة أننا لم نتلقى إجابات مقنعة. أظن أن الإجابات الشاملة لا تعطى، لأن المعرفة بهذه الظاهرة محدودة جداً. هذا الوضع يزيد الاشتباه. أفهم منهج السلطات تماماً. لا تعطي أي تفسير بدلاً من أن تنكر تماماً. فكر في الأجسام الفضائية الغريبة اليوفو
لم تنفى نفيا قطعيا من أي جهة. إذا كانت هناك عملية احتيال مشاهدة بالعين المجردة، فهي موضوع الجسم الفضائي الغريب اليوفو. تظهر نظريات التخمين عندما لا يكون هناك دليل علمي، عندما لا يقدم جواب محدد واضح. لهذا تظهر كل هذه التخمينات. لماذا تتحفظ الحكومة بخصوص هذه النقطة؟ لذا حينما بدأت هذه الظاهرة الشهيرة تكونت كثير من التخمينات حولها، بعضها يبدو غريبا أو مثيرا للجدل. بعض الأبحاث تتعلق بالأرصاد الجوية، والبعض الآخر بالاتصالات، وأخرى بدفاع الفضاء أو الدفاع العام. لماذا لا توجد أبحاث مناسبة تمولها شركة أو مؤسسة؟ لنقم ببحث جاد. أخبرني أين يوجد الكيمتريل هذا، وسنطير إليه بالطائرة ونحلل هذه الآثار. هل هذا صعب جدا؟ بما أن أحدا لم يفعل هذا، فإما أنه يوجد شيء لا يمكن البوح به، أو لمجرد الكسل أو التفاهة. إذا لم يكن هناك ما يخفونه، لا أفهم لما لا يقولون للمواطنين لا داعي للقلق، لأن هذه الآثار الظاهرة لا تؤثر بأي طريقة على أي من الصحة أو المناخ. إذا لم يفعل أحد هذا، فعلى الأرجح لأنهم مقتنعون بأن من الأفضل عدم المناقشة أو عدم إعطاء أي إجابات. دائما يكثر الخوف فيما يخص هذه القضايا، كما لو أن مناقشة عمل خاطئ لقوات الدفاع سيضع النظام العسكري الإيطالي كله قيد النقاش. الأمر ليس هكذا. إذا كانت هناك أخطاء يجب عرضها بوضوح. الحقيقة أنا أقتنع بالعكس. النظام الذي لا يخاف من الاعتراف بما لم ينجح في عمله وما أخطأ فيه وما تمت تغطيته في الماضي هو فقط النظام الشفاف. ينتابني الفضول، وأود أن أؤكد على إمكانيات ومهارات الإنسان، والأهم أنني أود تسليط الضوء على كل المهارات التي يمكن أن تكون خطراً على البشرية. عندما أقول الإنسان، أعني الإنسان الذي يتحمل المسؤولية. بالمناسبة، لست متشائماً بالنسبة للمستقبل. أثق في قدرة الرجال على ضبط النفس ومهاراتهم في التحكم بالذات، وبخاصة إذا كنا نتحدث عن الرجال المسؤولين. ثم لو كنا نتحدث عن أشباه الرجال، فقد ذكرت أمثالهم في كتابي الحرب تلو الحرب. رجل ضئيل يضع نظارته ويضغط على الزر الخطأ، لأن هذا بالنسبة له مجرد إجراء، مجرد شخص يفعل ما يطلب منه. يوجد الكثير من هؤلاء الرجال، أناس قادرون على ارتكاب أي نوع من الجرائم فقط لأنهم قرروا أن هذا هو ما عليهم فعله، ويعرفون أنهم لن يحاسبوا. يوجد الكثير من هذا النوع في كل جيوش العالم. تشبه الآلة العسكرية آلية المنظمة. للأسف يصبح الجميع رقماً في هذه الكيمياء، في هذا المزيج. الواضح أن التباين الجبري لا يغير أي شيء، حيث أن النتائج الجبرية بالكاد تتغير. الأمل معقود على إيجاد العقلاء وذوي الضمير في المناصب العليا، أناس يمكنهم إنجاز مهامهم على أكمل وجه. المأساة أنه في وقت الحرب مبدأ القيادة هو الحرب هي الحرب. الأخلاق أو أي قيم أخرى محكوم عليها بالاستبعاد،
إنها كمباراة كرة قدم يجب الفوز بها بأي ثمن. أي عمل بطولي أو لفتة جميلة يقوم بها شخص غير منسجم مع باقي السيناريو تكون لفتة رومانسية، لكنها لا تغير شيئاً في مثل هذا الوضع. أنا أرى أن الحماسة الرومانسية قد تكون ضرورية ممن هم في مركز القيادة. Ci vorrebbe uno slancio romantico da parte di chi ha lo scettro per comandare. القاعدة الهيكلية لكل جيش هي بالتأكيد التسلسل الهرمي، هذا طبيعي وإلا فلن يعمل. من ناحية أخرى، هذا لا يعني أن على الجميع استبعاد رغباتهم. لكل شخص رغباته الخاصة، ولكل قائد استقلالية. كل قائد عليه أن يتجاوب مع رغبات رجاله. يتمكن القائد الجيد من تحقيق الهدف وعيناه على الخسارة. القائد الجيد يمكنه معارضة أمر أو حتى تغييره. يكافح الناس دائماً من أجل استقلاليتهم. أظن أيضاً أنه عندما يكون الشخص طرفاً في صراع يمكن لرد الفعل أن يتغير قليلاً. إحدى قدرات الإنسان الرائعة هي أنه يستطيع الحد من ذاته. الحد من الذات يعني معرفة الذات، ومعرفة الذات هي أن تعود إلى 5000 عام مضت من الحرب. تعرف نفسك كما اعتاد كل من اليونانيين والصينيين أن يقولوا دون أن تقابلها. هذا هو الشيء الجوهري. لذا لا تزال الإنسانية التي تتبع المبادئ موجودة حتى إذا كان من يفسرونها لا يعرفون بعضهم البعض. في نفس العصر قبله أو بعده كان كل من اليونانيين والفلاسفة الصينيين يقولون نفس الشيء: اعرف نفسك، لأنك إذا عرفت نفسك فستعرف العالم بأسره. السبب أن العالم موجود بداخل الإنسان، ما يوجد بالخارج هو مجرد غلاف، فضاء أعطي لنا كما لو كنا نستأجره. ما نملكه حقاً هو بداخلنا، وفقط من خلال ما بداخلنا يمكننا رؤية ما في الخارج. إنها مقاربة جزئية. عندما نجد شيئاً يمكنه أن يذيب مفهوم الحرب ونراه في العلاقات اليومية، إذا قرر كل فرد منا ألا يحارب كل الأشخاص من حوله، ربما انتشر هذا الأمر بصورة رائعة. لا أعرف كم منا يمكن أن يكون لديه هذا الهدف، خصوصاً أننا نختبر الظلم يومياً. نقبل أن نحصل على وظيفة بسحب السلاسل، وهذه بالفعل لمحة من الحرب، لأننا نسحق أحلامنا التي كنا نأمل بتحقيقها. كنت دائماً متفائلاً، أثق أن الأخيار سيفوزون في النهاية كما في الأفلام. أن نتمنى النهايات السعيدة هي أمنية عامة. يجب أن أقول إن علينا استخدام الأوقات الصعبة لنعيد اكتشاف القيم الحقيقية. ربما نتمكن حينها من إعادة اكتشاف هويتنا. إذا تمكن كل منا من النظر إلى نفسه في المرآة والقول أنا إنسان جيد أيضا، ربما يكون مقدرا لنا أن نكون صالحين حقا.